بزاف ديال الاداء كيحفروا ليا وباغي نائم تنطيح، ولكن ما غتصدقش ليا بحال دابا كاين السدان. اي زواج راه ساره وفي شد الحب لا يعرف المسافات يا صار. نقدرش ما نقدرش نجي ندوز معاك شي 3 ايام ولا بالاحلام ليالي الحلميه نديرو ليله حمراء دايزة من بربلة. وما علينا شنو قلت كذبت عليك داكشي اللي كاين راني قلت ما ضروري شي عندك نديرو ليله حمراء مليئه بالقبولات الحاره وانت تما الفاهم يفهم والقاري يتعجم له ولا ضروري ندخل البرتوش انا وياك اللعبوه واش بالك اللعبوه. انا حبيبه ديالي ناوي ناكل لك الحلوه ولا عجبتنا نحللها وقابي ناكل لك تعطي لي كادو انت انا عارفك اللي بالك انت اللي بالك. الاخوان راه كاين واحد الفيديو دابا دار بالباله في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا شي 13 باج اللي حتو في فيسبوك وفي الانستغرام وفي التيك توك ونايدر وين، ولكن انا ما على باليش قال لك شوها. انا بالنسبه لي ديك ماشي شوها، هذيك غنكته. هذيك البنت سميتها ساره عندها 21 عام بنت العيون، كنت نهضر معها شحال هذه طالقها عليها وشحال ما هضرتش معاها، ومن شافت الكونت ديال الانستغرام عندي طلع جات عندي قالت لي دير لي بيب، من يوم بغيت ندير لها بيب دارت لي تسريب وهذا اللي كاين وسال الفيلم وطلعت كاتبه بلا ما يقبرصتني من هذا. دابا عاد باش عرفت مزيان باللي حتى انا اسطوره من اساطير مواقع التواصل الاجتماعي وعندي بزاف ديال الاداء كيحفروا لي وباغي نائم تنطيح، ولكن ما غتصدقش ليهم حتى دابا كاين السدان وما بقاش غنهضر مع البنات باش ما نطيحش الشبكه ملعوبه.